على ضفتي نهر السن انتشر عناصر الشرطة لمنع التجمعات التي تزيد عن 10 أشخاص، مهمة تبدو صعبة، فأماكن التنزه المتاحة محدودة جدا في ظل غلق الحدائق والمطاعم والمقاهي في باريس. الملاعب أيضا بقيت مغلقة بقرار من السلطات، لكن القرار لم يحترم بشكل كلي. هذه الصور الملتقطة في ستراسبور شرقي البلاد شغلت وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا، فهي تظهر اقتحام نحو 400 شاب أحد الملاعب المغلقة لحضور مباراة لكرة القدم. عشنا طويلا في العزل ومن حقنا استعادة حياتنا السابقة. بعض خطوط مترو الأنفاق مكتظة وهذا خطير وكارثي. السلطات الصحية رصدت عودة الفيروس إلى مناطق مختلفة من بينها عدة مدارس، وهو ما أجبرها على إعادة إغلاقها. وفي كل الحالات المسجلة كشف التحقيق الصحي شبكة مخالطي المصابين وجرى عزلهم بسرعة. أكيد حدينا من انتشار الفيروس، بس يا هل ترى هل أمننا المناعة الجماعية اللي اليوم هي كتير مهمة؟ أكيد لا. الناس اللي عندهم الأمراض المستعصية، هود الناس بدنا نحميهم، لأن هن أكتر شيء معرضين إنه يعملوا complication إذا أخذوا هذا الفيروس. ورغم تراجع أعداد مصابي فيروس كورونا في المستشفيات الفرنسية، إلا أن مسؤولي هذه المؤسسات يخشون من ظهور موجة أخرى، إذ إن مدة حضانة الفيروس تستمر 2 أسبوع، وهي المدة التي مضت على إنهاء العزل المنزلي في فرنسا. تحبس فرنسا أنفاسها خشية موجة ثانية من انتشار وباء كورونا، ورغم أنها بدأت قبل 2 بتخفيف إجراءات الإغلاق التام والعزل المنزلي، إلا أن التطورات الصحية في الأيام القليلة المقبلة ستحدد مسار المرحلة القادمة. عزة غريب، سكاي نيوز عربية، باريس.